السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، ها نحن نلتقي من جديد مع درس من دروس مادة التربية الإسلامية. هذا اليوم سنكون مع محور الاستجابة، والدرس أتيمم. ترى أبنائي الأعزاء، ما معنى التيمم؟ وكيف نتيمم؟ ومتى نلجأ إلى التيمم؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال درسنا هذا. ولكن قبل أن نتطرق إلى الدرس، لا بد من أن نتعرف على أهداف درسنا، وهي كالآتي. الهدف الأول، سوف نتعرف على معنى التيمم. الهدف الثاني، وهو موجبات التيمم. أما الهدف الأخير، وهو تعرف التيمم عملياً. قبل أن نشرع في درسنا، لا بد من الانطلاق من وضعية الانطلاق. وضعيتنا لهذا اليوم هي كالآتي. أنصتوا أبنائي الأعزاء جيدا. أصيب صديقك أحمد بجرح في إحدى ساقيه أثناء حصة التربية البدنية. فلما حان وقت صلاة العصر، لم يستطع الوضوء، فاحتار، فلم يعرف ماذا يفعل، هل يتوضأ أم لا، لأن الجرح لم يندمل بعد. فسألك بما ستجيبه، هل عرفت بما سوف تجيبه؟ إذن تعال نتعرف جميعا ماذا سوف يفعل أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. أخرجه الإمام مسلم في كتابه المساجد ومواضع الصلاة. إذن أبنائي الأعزاء، كما ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على ضرورة التيمم في حالة عدم وجود الماء. ولكن قبل أن نتعرف على موجبات التيمم، لا بد من الإشارة إلى معنى التيمم. ما معنى التيمم؟ فالتيمم أبنائي الأعزاء هو طهارة ترابية تشمل مسح الوجه واليدين ويقوم مقام الوضوء. فالتيمم هو طهارة ترابية. ما معنى طهارة ترابية؟ أي أنه يتم بالتراب، كما أشار إلى ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عكس الوضوء. فالوضوء طهارة مائية ذات غسل ومسح، أما التيمم فهو طهارة ترابية ذات مسح فقط. مسح ماذا؟ مسح الوجه واليدين إلى المرفقين فقط. ولكن ما هي حالات التي تستدعي التيمم؟ أو ما هي موجبات التيمم؟ فمن موجبات التيمم، أولا عدم وجود الماء الكافي، يعني أن الماء موجود ولكنه لا يكفي للوضوء، فقط يكفيني للشرب مثلا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، العجز عن استعمال الماء، أي أن الماء موجود ولكنني لا أستطيع استعماله، إما بسبب المرض أو بسبب وجود جرح عميق في أحد أطراف أعضائنا، كمثلا وجود كسر على مستوى اليد أو على مستوى الرجل، أو وجود جرح عميق، إذا قد يتعذر أو يتأخر الشفاء في حالة استعمال الماء. ثم المرض، أي المرض العضال الذي يمنع صاحبه من الوضوء أو الذهاب إلى مكان لأجل التوضؤ واستعمال الماء، أو عدم وجود شخص يساعده في عملية الوضوء. الحالة الموالية، وهي الخوف من تأخر الشفاء، أي أنه يوجد مثلا كما أشار إلى ذلك جبيرة على مستوى اليد أو على مستوى الرجل أو على مستوى اليد، إذا أو وجود حروق مثلا مستعصية، قد يتسبب استعمال الماء في تأخر علاجها أو تأخر شفائها. ففي هذه الحالة فإننا نتيمم ولا نتوضأ. الحالة الأخيرة، وهي الخوف من خروج وقت الصلاة الضروري، كأن يتواجد مثلا إنسان في مكان عمله
ولا يوجد من يعوضه لكي يذهب الوضوء والصلاة. وكما نعرف أن الصلوات منها ما لها وقت موسع ومنها ما لها وقت ضيق، فيخاف الإنسان أن يخرج وقت صلاة الفريضة ولا يؤديها في وقتها، فحين ذاك فيجب عليه أن يتيمم ويصلي في مكانه. إذا كانت أبنائي الأعزاء هذه هي موجبات التيمم، ولكن كيف نتيمم؟ إذا تعالوا معي لنتعرف أبنائي الأعزاء عملية التيمم. فكيفية التيمم هي كالآتي: على المتيمم أن يقدم النية أولا، لأن النية ضروري استحضارها في أي عمل نقوم به كيفما كان، ويضرب الضربة الأولى بيديه الصعيد الطاهر. ماذا نقصد بالصعيد الطاهر؟ الصعيد الطاهر قد يكون حجارة نظيفة نقية تصلح للتيمم، أو التراب في حالة عدم وجود الحجر، ويمسح بهما وجهه، ثم يضرب الضربة الثانية فيمسح يديه إلى المرفقين، من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى من أطراف الأصابع إلى المرفقين كذلك. إذن كانت هذه عملية التيمم، تعالوا لنشاهدها عمليا. كما أشرنا إلى ذلك أبنائي الأعزاء إلى عملية التيمم شفويا، الآن سوف نتعرف عليها بشكل عملي. الصعيد الطاهر كما ترون أبنائي الأعزاء هو على الشكل التالي. إذن قلنا نقوم بالضربة الأولى بهذا الشكل، ثم أمسح وجهي بكامله، ثم الضربة الثانية فأمسح، أبدأ بيدي اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثم أمسح بهذا الشكل، ثم أفعل هكذا تشبيك الأصابع، ثم أمسح اليد اليسرى بهذا الشكل وأصلي صلاتي. إذن هذه هي عملية التيمم، ولكن قبل ذلك نستحضر النية. أنوي ثم الضربة الأولى أمسح وجهي، الضربة الثانية أبدأ باليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثم أشبك بهذا الشكل، ثم أمسح اليد اليسرى وأشرع في صلاتي. إذن أبنائي الأعزاء كانت هذه عملية التيمم عمليا، ولكن قبل أن نختم درسنا أبنائي الأعزاء لابد من الإشارة إلى ملاحظة مهمة جدا، وهي أن الوضوء نستطيع أن نصلي به صلاة واحدة أو اثنين إذا ما نحن حافظنا على صحة وضوئنا، ولكن التيمم عكس الوضوء، لأننا نتيمم عند كل صلاة، ولا يمكن أن أتيمم وأصلي به صلاتين أو أكثر. إذن كان هذا هو الفرق بين الوضوء والتيمم. أتمنى أبنائي الأعزاء أن تكونوا قد استوعبتم درسنا هذا بشكل جيد، وإلى اللقاء إن شاء الله مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية.